تراجعت أبل في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة حسب ما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق. وحل هاتف آيفون الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية، سبقه الصيني أوبو، وحافظت سامسونج على المرتبة الأولى بفرق كبير متقدمة على هواوي. وتريد أبل أن تثبت أنها قادرة على تسجيل نتائج جيدة بعيدا عن منتجها الرئيسي آيفون بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.